ده الظابط اللي في قسم اللي عنده ده بابيه قال انه بخوه. جبت منين حديتك مخدرات؟ وانت بتتنيل تطفحها كنت بتشربها على انها بخور ولا مخدرات؟ معلش بقى تيتا سامحيني، يعني النوايا دي بتاعت ربنا، بس بتاعت ربنا. وبعدين حديتك يعني انا بشربها ليه؟ ما هو مقهر اللي انا فيه. بص حضرتك محصاني ازاي؟ ايه ده؟ مقهبيني وخلاص، انا هنتحي يا تيتا. كل ده علشان البت اللي واكله عقلك؟ اه. انا عايز اعرف فيها ايه البت دي ولا في اهلها؟ ده اختياري. اختيارك؟ اختيارك ايه؟ بتعرف تختار؟ بتعرف تختار يا متخلف؟ على فكره ما اتحطتش في اختبار قبل كده عشان تحكمي على مستواي حضرتك. طيب انا هديلك الفرصه. اللي بيشيل قربه مخرومه بتنقط على ظهره. اسمها بتخو، اللي بيشيل قربه بتخو مش بتنقط، بعد اذنك يعني. شانك حبيبي ادخل سلم على العريس. زيما نور بفرح. سلم على العريس. قوم يا عم. هتقوم يا جرح كده تسلم عليا؟ قوم يا عم. اوه ايوه انا قومتش. اما قال لي قوم. بتسمعنا ايه؟ عقبال عدوكوا رجاله. يا دمور يا دمور. يا رئاسه المسيئه البيئه دي. اللي جدتك مش شغلهولنا ده بتعاقبني. انا عارف، انا فاهم كل حاجه. اسمع احلى غالي، استنوا بس لحظه. بتبيب الف بركه تيتا. والنبي تيتا شغلنا الاسطوره دي عشان اتحزن والرجاله شويه عشان فرح اختي. ايه ده اشرف؟ ايه ده تملي؟ اسمع روح اقعد على الكرسي بتاعك واياك اسمع نفس، فاهم؟ يلا انت اسمعش. نورت الدنيا، نورت الدنيا. موجودك قبل عند حبيبي. شكلها دست عليك ولا ايه؟ ايه الكلام ده يا جدع انت؟ انت ما بتشوفش المقابله اللي قابلتها لجوه؟ لا حاجه تشرف بصحيح حبيبي. ايه بقول لك ايه؟ ايه عايز اسالك سؤال كده. ايه يا حبيبي؟ انت ايه الاخبار بالنسبه لايه؟ مبروك يا هانم. مبروك. مبروك على ايه؟ بلا خيبه. دي حاجه كده هتفرفشك. مفيش نزيه. هتزود عندك جرعه الرومانسيه. نسيت ايه يا راجل؟ بحب موت يا راجل. باش تفاهه. ايه ده؟ ايه ده؟ انا بقولك دي هكرهك فيها. يا هيما يا زميلي جملته جمل تكسب محبه الناس يا هيما. ايه ده كمان؟ دي هتخليك فندام. فان ايه؟ فندام. ولا بيتك انت مواهق لسه يا موان. انت مواهق بالشعب وهيافتك في الكلام. لا لا انا عندي 40 سنه يا موان، يعني انا زهقان اساسا من الدنيا. هاتهم خليهم معايا احتياطي. ايش تعرف يا جامد؟ ها بس موسيقى رائعة تشني في الأذان مش كده؟ ألاقي عند سعادتك كوبي أحتفظ بيه. ففش الجو شوية. حاضر حاضر. روح نواقع عبوسة. تيتا عايز ايه يا حيوان؟ نوية يا جماعة تشتمني. فاحي فاحي. مش ملاحظة يا تيتا ان المزيكا دي يعني مش مناسبة للجو العام؟ احنا في ألمانيا بنسمع الموسيقى دي في المناسبات السعيدة. بس احنا في مصر فقاوة. اخرس. نوية يا جماعة. وبعدين دي سيمفونية قداس الموت، حاجة شيك. قداس الموت صفاحي يا تيتا، من فضلك اقفليها. احمد ربنا ان انا عملت لك فرح بعد العملة السودة اللي انت عملتها. وربنا افركشه دلوقتي يا تيتا. اقطع البدلة دي وافركشه. يمشي من قدامي. روح كشتك. يلا غور. ايه الحوار ده؟ ده فاحي، ده فاحي يا ساتر يا رب. نوية يا جماعة. روكا روفا حبيبي. بتموت فيك يا منار، كانت بتوصيني عليك. يلا بينا نقوم نسهر في حته ثانيه. انت دور يا جدع انت، ده فرح اخته وهيمشي على مزاجي، كله ثبات. طب غني اهو. ما بلاش يا ايمن وليها شكلها مقير منك قوي. مقير ايه يا جدع؟ ده فرح اختي. غني يا اطمطر بعملها معاك. خلاص مجني. يا ناس عتين الغرام مجروح وسال دم، ويا حزنان وعليه طول عياط امه. كان قبل الغرام ورده ونشمه، العشق خلاه دبل
واصفرني يا عيني امتى يحن الحبيب ويبوسه ويضمه. يا حبيبي يا حبيبي عايز اغني للعيون السود وخايف وخايف يزعلوا 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 يزعلوا. انت الزمان اللي بيحييني انت اللي يا غجر. ايه السفاله وقله الادب دي؟ جرأت انت. هقول لك ايه، ما انت جاهل. يلا لموا الفلوس اللي في الارض دي، عيب وكمان حرام. يا حاج احنا حرار، وبعدين دول زمايلي جايين يطحوني ويلعطوني. جاك نقطه، البيت ده بيت محترم، لموا السلاح ده كله والا قسما عظما هكلم البوليس يعمل لكم محضر حلال السلاح بدون ترخيص. سلاح ايه بس يا تيتا؟ ده خل السنان. صح تيتا، ابويا ما بيكذبش. طب ما اللي حديتك خله كفايه بقى يا تيتا. اخرس انت وليه السلاح يا زميلي. بقى طيب بقى طيب، انتوا جايين تنسبونا ولا جايين تشوحونا؟ يا جدع انت جايين نزيطك في منطقتك، جايين نجامل العروسه ليه يا اختي؟ اختي عاملين رجاله وما بتخافوش. طيب رعد جوبل انجروا على اوضتكم يلا. صباح الخير يا تيتا، مسيحه حفله الظريفه دي كان فرح جميل الحمد لله. مبروك عاوز. صباح الخير يا تيتا. امشي. حاضر يا تيتا. مالك؟ لا مفيش حاجه، ما هو فرحه وفرحه بقى. بس هو وش منوع يعني ماسكه الايد دي بالنسبه لي قد ايه؟ حياة ربنا يعني ابقى ماسك 10 صوابع بتوع واحده ست كده يعني، انت عارفه بقى ما مسكتش ايد امي ماتت وهي صغيره، وعلاقتي بايد تيتا افيان او بنيات. الف مبروك. الف مبروك، مش عارفه متلخبطه بصراحه. حياة ربنا. انا شايف الخجل والكسوف بتاع البنات في وشك. اوعي يا منى، انت في ايد امينه. ها رؤوف افتح لي السوسته. ايه حاضر يا منى. ايه انت بس فك السوسته ليه منى دلوقتي؟ يلا اخلص. حاضر يا منى. حاضر. بس بصراحة ماش يعني انا كنت عامل حساب موضوع السوست ده في اخر خالص. انت معلش معلش هيحصل. ايه يا منى ربنا يسوي مش قصدي. يا رؤوف شككني. يا منى الضربه دي انت وجعتيني قلبي بجد يا منى. ايه ده؟ معلش معايا في التوتر، هي ليله كلها توتر. بس هتفك هتفك بامر الله. بقى ميه كده هاجي لك عشان فتح السوست ده ليه سور. ها ماشي. نوتي بيتك يا منى، نوتي بيتك. ايه ده؟ يا اسود يا ليله زي الزفت، يا ليله زي الزفت. دام يا حيوان تعال هنا قدامي، تعال هنا يا متخلف. ادخل اترزع هنا. حاضر تيتا. ستوب ستوب. طلع اللي معاك. ايه ايه حضرتك؟ طلع اللي معاك غيره. هات. حادثة كمان. وربنا ما معايا تاني، وربنا ما فيه، هما دول بس. وربنا ما معايا. ايه الادوية دي كلها؟ انت عيان ولا حاجة؟ لا تيتا مش مسألة عيان يعني، بس حضرتك دي